ما قادرة شيء بأنها تخلق يعني ذاك المناخ ديال الثقة باش يمكن لنا أننا نجلبوا الاستثمار الخارجي وأننا حتى نحفزوا المستثمر الوطني الداخلي بأنه يستثمر، لأن كتعرفوا الاستثمار الداخلي والخارجي هو اللي كيمكن له يخلق لنا فرص شغل، وحنا اليوم كنعانيو من البطالة ديال الشباب اللي وصلت حتى 45% داخل المدن. إذا بالنسبة لنا هذه الحكومة فشلات، وثانيا يعني ما جاء به الدستور الحصيلة ديالو ضعيفة جدا جدا، رغم بعض النصوص اللي هي جات مهمة أنه لم يتم التفعيل ديالها. ولكن واش غادي نحملوا هذه الحكومة كامل المسؤولية؟ بطبيعة الحال هي مسؤولة، ولكن كان هناك أورش كبيرة اللي انطلقت خارج يعني التغطية ديال هذه الحكومة، كيف العدد ديال الصناديق اللي هي ما كتحكم شيء فيها. ولهذا احنا قلنا نقول بفشل هذه الحكومة وبمسؤوليتها، لأنها لم تباشر الإصلاحات التي كان من شأنها أن تعطينا واحد المعالجة لهذا النظام السياسي في بلادنا اللي مكلينا من وراءها نحلموا بأننا رحنا في الطريق الصحيح باتجاه البناء الديمقراطي. فبالعكس من ذلك لقينا أن هناك تراجع، وهناك فقط يعني استفادة من الريع السياسي ديال واحد النخاب اللي وصلت لأول مرة للحكم، اللي حتى هي نسات يعني المصلحة العامة وتخدمه مصالحها يعني هذيك الفئة ديالها، وما زال كتلعب على التخدير ديال العقول ديال الناس وهذا، والوعود الكاذبة اللي ما محقت فيها حتى شي حاجة. ولهذا يعني احنا لا ننتظر جريدة كيف ما كانت غادي تكون هاد الجريدة، أننا نقولوا بأنه راه حتى اليوم جنة أفريقيا اللي بينت لنا، لا. ولهذا احنا اللي كيبان لنا الفشل الذريع كنقولوا بأنه غدا بغينا نديروا انتخابات، راه خصنا نديروا انتخابات حرة ونزيهة، وخصنا نتقدموا بمشاريع من أجل إنقاذ المغرب من هذه الأزمة المركبة التي توشك بالانفجار. وأنا تنعرف أش نتكلم، لأن اليوم حتى هذيك المسألة ديال التلاحم المجتمعي ما بقاتش، لأن الناس وصلت لها كيف نقولوا بالدارجة للعظم. الناس كتكلم على التهميش، كتكلم على الحقرة، في حين المطلب ديالها والحلم ديالها في بلادها هو أنها تعيش بكرامة. يعني هذا الشيء كله معروف، وخصنا حنايا نتكلموا. خاص يعني الجرائد المغربية مع كل أسف الأغلبية الصحيفة فيها متحكمون فيها، بغينا أنه تكون أصوات. اليوم كاين واحد الحاجة جديدة عبر هذه وسائل التواصل، واللي فيها واحد عدد ديال الشباب اللي هما كيمكن لهم يعبروا، يمكن لهم ينوروا الرأي العام. والمسألة ماشي أننا نشيطين ولا